اليوم البرنامج ديال الوزارة واضح من أجل مواكبة وتقوية التاجر القرب. أولا التنزيل الشامل ديال برنامج الملكي ديال الحماية الاجتماعية اللي التجار كانت عندهم أسبقية وتنزل عندهم هما الأولين، وثانيا كان تنزيل شمولي ديال الأداءات الشمولية بحيث جات المساهمة المهنية الموحدة اللي فيها ضريبة وفيها الركن الاجتماعي والمساهمة الاجتماعية. ثانيا الربح في البيع في التجارة، وكما كتعرفوا خاصنا نربطوا هاد التاجر ب لي سونترال داشا ومراكز الاقتناء. اما مراكز الاقتناء اللي غنبنيوها ليهم اللي حنا كنوجدوها ليهم عبر تكنولوجيات مغربيه، او مراكز الاقتناء ديال الشبكات الكبرى باش حتى هما يستافدوا من هذه الاثمنه المناسبه. ثالثا كما كتعرفوا ملي كيشري السلعه تاجر القرب كيخلصها وكيكون الاداء مباشر، وهذا كيحتاج تمويل من طرف الابناك والشركات البنكيه. ورابعا خاصنا نوعوا ليه المداخل ديالو. هدف من تنظيم هذا اللقاء هو تنزيل توصيات ومخرجات اخر اللقاء اللي كان بمناسبه اليوم الوطني للتاجر، والهدف من هذا المنتدى هو الانصات للمنتسبين وكذلك خلق مجموعه من الافكار والتوصيات التي سوف تساعد وتساهم الحكومه في خلق مجموعه من البرامج الجديده التي سوف تدعم التاجر.